قداسة البابا تدروس الثاني حضر يوم الثلاث حفل تخريج الدفعة 17 من معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإبرشية المعادي، واللي اتعمل في مسرح الأنبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهي أول دفعة تدرس بنظام الساعات المعتمدة. وحضر الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا دانيال مطران الإبرشية سكرتير المجمع المقدس عميد المعهد، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا بابلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بإسكندرية والمشرف على خدمة الشباب بإسكندرية. متابع ترأس قداسة البابا تودروس الثاني مساء يوم الثلاث في مسرح الأنبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حفل تخريج الدفعة 17 من معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإبرشية المعادي، وهي أول دفعة تدرس بنظام الساعات المعتمدة في تاريخ المعهد. احنا بدنا أول دفعة تتخرج دراسة أكاديمية. يعني إيه دراسة أكاديمية؟ يعني احنا السنين اللي فاتت كنا بنعمل سنتين دراسة مجرد بيخرج بتوعية مشورية، المرة دي بيطلع دبلوم عليا في المشورة وبياخد 82 كريدت أور بالنظام الأمريكاني، فالدراسة اختلفت خالص. فالدفعة دي أول، احنا ابتدينا من 3 سنين، فالدفعة دي أول دفعة تتخرج بالنظام الأكاديمي. معهد المعادي للمشورة معهد له السبق بقى له حوالي 17-18 سنة في خدمة الخدمة المشورية، وإحنا عندنا في اسكندرية الخدمة المشورية بدأت من حوالي 10 سنين في كنيسة عندنا اسمها كنيسة العذراء ويوسف النجار في جناكليس، وبقى لهم سنين طويلة بيخدموا. لكن إحنا عندنا في مرجرجس ديبيش منطقة المنتزة، دي منطقة جديدة، أنت عارف اسكندرية اتقسمت 4 مناطق، فمعهد المعادي عمل فرع عندنا في اسكندرية، الفرع بقى له 3 سنين، السنة دي السنة الرابعة، خرجنا دفعة بالفعل ولسه في دفعة جديدة دخلت السنة دي. حضر الحفل عدد من الآباء المطرنة والأساقفة الأحبار الأجلاء، ومنهم الأنبا دانيال مطران المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، بالإضافة لأعضاء هيئة تدريس المعهد. معهد المشروع من المعاهد المميزة جدا في دراستها. ثلاث سنين رحلة شفاء، خلاص درسنا فيها ازاي نتعامل مع نفسنا كويس قوي، وان احنا نفهم عيوبنا ونفهم مميزاتنا ونقدر نتعامل معاها. من ضمن السنين المهمة قوي ازاي نتعامل مع اولادنا، لان دي نقطة مهمة جدا في الواقع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لازم نعرف نتعامل مع اولادنا ونطلع اجيال تبقى كوادر في المجتمع. اول حاجة هنقابل قداسة البابا ونسلم عليه، وتاني حاجة ان احنا نتخرج النهاردة من معهد المشورة، ده كان حلمي ان انا يعني ادخل المعهد واتخرج منه واتعلم كتير، وكنت داخل المعهد ده عشان انا يعني اطور من نفسي واشتغل على نفسي، وتاني حاجة افيد خدمتي. شهد الحفل عدد من الكلمات للاباء الاساقفة ومدير المعهد القمص مكاريوس موريس وبعض الخريجين، بالاضافة لمشاركة بعض الدارسين من خارج مصر عن طريق برنامج زوم، واختتم الحفل بتوزيع قداسة البابا شهادات التخرج على الخريجين. كامل يوسف، سي تي في.